ديما عاش اسمه الله ينصره، عاش الملك الله ينصره، عاش الله ينصره، عاش الملك، 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 عاش الملك
السلام عليكم. اسم محمد حافي نسالة صابركس. انا كان طالب من سيدنا الله ينصرو كلمة واحدة النقطة السوداء، طالب من سيدنا الله ينصرو يراجع لنا هذا الملف هذا مع ولد سماعو، لانه هو بغى يدفننا حنا في قبورة باش حنا ما نترزقوش الله. كاين اللي هنا اللي معيش ربعة الاسر وعكاري، وانا براسي انا وجبت حاليا نخدم على امي على ولادي على خوتي، يعني الى حولنا من سمن هنا ما كاين لا مارشي لا والو بدون وضع. وحنا كنطلب وحده، كلمه وحده اللي كنطلب من سيدنا الله ينصرو يراجع علينا الدميه هذا مع ولد سمعو، انه هو عيق بزاف، انه حنا ما بقيناش بشر ولينا دبان. وعاش الملك. لا تنقلبوا، حنا مواطنين وتنعيشوا في هذا السوق وتنعيشوا وليداتنا، الا تلينا غير نهار واحد ما تنصيبوش ما ناكلوا. حنا تنخدموا في هذا السوق نهار على نهار، حنا تنحبوا الله والملك وقف معانا وما تحقلوش من براكل براكه. حنا بغينا نبقاو تماك قراب السوق وقراب الحوات قراب لبعضياتنا، مول البال غيبقاو هي وحنا غنتحقلوا هنا ما جاتش. هذا راه ماشي حانوت، هذه ها هي ما غيهز لنا لا خضره لا دجاج لا حتى شي حاجه والو. هذا راه ما تساوي والو عندنا. تنحب الله والملك والوطن. وخاصنا عليه اصلاحات بزاف ياك. وهاد الناس هادو ما هما عطاونا شي محل اللي هو يكون استراتيجي يبقى بنادم فيه يبنيو لنا شي سوق، غادي يحولونا لهنا غادي يكرفصونا غادي للبراكه. وشحال 3 متر على 3 دخلناك بلا 3 متر على 3 فين غادي تخدم في هاد الدجاج هنا ولا غادي تريش اللي هي ولا غادي دير؟ شوف هاد المسافه ما قداتنيش فهمتيني. اذا 3 متر ما قداش، ما كاينش فين تحرك. اذا العذاب الحبس نيشان، وعاد ملي غيضربوا عليك العمارات من هنا وسدوا عليك من هنا موت انت، العائله تشتت. اذا انا غادي نخرج نكريسي نيشان بالعربيه، اذا ساليت من هنا ما غندخل حتى ريال، غنخرج غندير السناح وغنخرج نكريسي. هادو هما اللي تيقلبوا هاد الناس هادو. صافي راه ماشي غير عليا انايا، انا تنجري على 7 ولا 8 ديال النفوس، واحد اخر تيجري على 13 14 كل واحد عان به الله فهمتيني. وهاد الوقت هاد الزمان هذا صعيب 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 باش ما يكونش عندك، راه صعيب باش ما تخدمش وما تصورش شي حاجه. حنا هنايا الا كانوا غادي يبنيو لنا شي حاجه نستقروا فيها على الصواب تبارك الله، ما الا كان غادي يكرفصونا ويخشونا في الحباسات بالنقص الحقوق ديالنا ما طلبنا شي حاجه، هربنا منهم حتى شي حاجه. صافي صوبوا لنا شي سوق يبنوه لنا وما تكرفصوش علينا وصافي وصلات على النبي. حنا هو اللي تنطالبوا، حنا ما تنجاهلوش شي حد فهمتي. هو بحال المارشي أيه ماشي دابا حنا اللي سمعنا حنا بان هذا المارشي تلغى، كانوا تيقولوا لنا كاين واحد السوبر مارشي غادي نبناو هذاك. هذا ملي جينا نشوفو تنقلبو تنلقاو لا مارشي لا حتى حاجه. صافي صافي راه حطينا حولك بادي من هنا غير فهاد غير تحول كاع 200 نعطيك انا عاد تحول من هنا لهنا، خاصني انا جوج المليون ديال الاصلاح عطي لي شي حد من هنا لهنا والله تجوج المليون باش تصلح بحال هكا وتدخل لبلاصه اخرى. وهاد الحرفه هذه تتبغي الاصلاح لان النقاء فهمتيني، وتتبغي التيسع. وهاد الناس تبغي يمشيونا راه صافي، لان علاش باش يقضيو هما غرضهم وحنا يلحونا. واش شكرات نشوف السلعه والسلعه دابا ما حاشرينو بالثمن وما غيمشيو يضحكوا علينا تما، يبنيو لنا المارشي ونطلعوا ليه. ويا كان غيبنيو لنا المارشي ونطلعوا ليه ولا يديروا معنا شي ورقه ولا شي حاجه. واش ماشي معقول؟ عاش الملك وينصر سيدنا. الرحمن الرحيم. هاد المسؤولين ديال المسؤولين على هادشي هذا ما كاينش ما علمونا ما حتى شي حاجه، خص تكون دراسه يدوروا علينا قبل ويشوفوا المشاكل اللي كنعيشوها حنايا كنا كنخدموا على ولادنا. هاد الناس ما علموناش بتاتا، جاوا بناونا القبوره لهيه بغاو يديونا لهيه يقتلونا نهائيا. من بعد غنسمحوا في هذاك الحوانت وغنخرجوا نديروا الكرارس، شي غيمشي للحي الملكي شي غيمشي للحي شمعو وغيتزادوا عدد الكرارس في طابرك. لهذا كنطالبوا السلطات المسؤولين الكبار باش يحولونا رسميا سيدنا نصره الله الله يصلي الاسره العلويه، يهزونا مباشره يديونا للحوانت بالبيطون. حنا الطوبات والفيران راه حنا كنتحاربوا معاهم بالليل وبالنهار، كبرنا فيهم وقاصرنا نزيد. حنا ما بغيناش نرجعوا، مازال نرجعوا للور. داونا فين غيديونا؟ غيديونا غير الوسخ، ما كاين لا واد الحار لا ضو لا ما، مازال هنا راه حنا دخلنا الضو فابور دخلناه حنا، عندنا الضو عندنا واد الحار كلشي هادشي صيبنا راسنا. حتى الزبل ديالنا كنجمعوه راسنا ديال الدجاج ديال الزيتون وكنديوه راسنا، ما كاينش شي واحد اللي مهتم بهذا السوق ديال تابريكس.
والو ما مسوقينش ليه. دابا عاد نبان لهم انه المصالح ديالهم غادي يبنيو ويبنيو سميتو، عادوا جاو بناو لهيه قال لك طاق غادي تحولوا. هادشي راه غير معقول، ان اصلا هما ملي باغيين يحولوا لنا خصي وجهي ويديروا معنا استجواب ويشوفوا المشاكل اللي عندنا والمتطلبات ديالنا. من بعد داك الساعات حنا ملي غنوافقوا لهم يبنوا المارشي ديالنا. مشاو دوروا سيسيات في شي بلاد صارت ماشي ديالهم، جات جا مول الارض قال لهم اودي هاد البلاد راه ديالي. لهذا فهاد الناس كيكذبوا علينا وغاديين معانا بشي حاجه اللي ماشي معقوله، فحنا كنرفضوا الرفض التام وخايبنوا الناس 50 متر خارج ما راه ما قابليناش. حنا ما قابليناش كاع هادشي، من قزديره لقزديره راه ما كنقبلوهاش. حنا كنرفضوها رفض تام وقاطع ومستعدين نمشيو للحابس، نمشيو لاي بلاصه. انا بعدا نستعد كنهضر على راسي باسكو علاش انا عندي 4 الاولاد كنخدم عليهم، وهاد الحانوت هذا هو اللي معيش لي داك الوليدات. بغاو يديو يدفنونا لهيه، حتى واحد ما غيدخل عندنا. ودوروا بينا الحجار والتراب والقزدير، حتى واحد ما غيدخل. لهذا هاد الناس بغاو يحيدونا غير هكا. شو هاد الحانوت هو هذاك اختي اللي لهيه، شو هذا قداش هذا ما كافيناش حنا اللي تيقولوا لك راه عطاوكم لي 3 على 3 ولا شي خربقوا علينا تما. والقزدير داروا باين مع القزدير، ما يمكنش لك دير حانوت حدا حانوت وتيقول لك انت اللي غتكمل من عندك تبني من عندك. حنا ما عندنا باش نبنيو من عندنا. ماشي ضد هاد التحوال، حنا فرحانين باش نتحولوا، ولكن نتحولوا من البرارك الاحسن. حنا حياتنا كلها دازت في البراكه، وحنا ما حاملينش البراكه قانونيا، نمشيو قانونيا يتبنى المارشي نريبوا اليوم قبل غدا. اما باش يحيدونا من البراكه ويعطيونا البراكه نتحاربوا عاوتاني مع الطوب، لا هذا هو الراي ديالي. هو انا سيدنا وعدونا في العماله بغا يعطيو محالات مزيانين والماء والضوء تيتبنى المشروع ديال المرشي. اليوم ما كاينه حتى شي حاجه، اليوم بغينا واحد الضمانه، واحد الضمانه ما كاينش. اليوم ما كاينش واحد الضمانه، باينين اليوم مترو معيطين علينا مترو وكان زريح فيه التو الخدام تما كاين. شوف تيسا كي داير وشوف انهم شو المحلات كي داير. جيتي مع سوق راه شنو هو كاين وشتي المحلات تماك، راك صورتي مش كاين مترو على 2 مترو. اش غنبيعوا فيها الدجاج؟ اش غنبيعوا فيها الربيع؟ اش غنبيعوا فيها القزبر؟ كي غنديروا ليه؟ فين غيمشيو هاد الناس؟ لما لا ضو ولا والو كي غنديروا هاد الشيء؟ احنا مواطنين ما عندنا فين نمشيو. والله ينصر سيدنا. سي كنهضر لك على المساحه اللي عطاونا ما تكفيناش. بالنسبه انا عندي 160 برميل داخل. 160 برميل ما يمكنش تحطها في واحد المساحه قليله، واش تبيع وتشري فيه ولا تحط فيه سلعه. اذا المساحه قليله. وهادشي اللي تمنى كان الحمد لله. بالنسبه لهاد حنا عندنا جمعيه، يعني كان على هاد الناس يمشيو يتواصلوا مع الجمعيه. حنا ما عندنا ما نقولوا، حنا عندنا جمعيه هما اللي هي اللي مكلفه بالسوق وعارفه احوال السوق. وزيدوا بالنسبه لذاك المشروع السوق كله يعني ما راضيينش عليه. والمنطقه راه كما قلنا ديك خطره راه خصو يحسن يبني لينا عادي يمكن لينا نتحولوا. دابا حنا ما عرفناش كيفاش هو كيبني، ما خبرونا، ما قالوا لنا شنو الاحوال ديالكم، ما استشروا معانا موالو، وعطاونا المساحه صغيره. هذاك الشيء ما راضيينش عليه. السلام عليكم. انا كنت مسافره ما كنتش، كانت عندي شي كنازه مشيت وما حصاونيش وجيت وما داروا معايا حتى شي حل. ملي مشيت لهم القطعه قالوا لي ما عندنا ما نديروا لك. سيري داز الاحصاء، انا غادي مت 20 عام وانا ساكنه هنايا وعندي 6 ديال الدراري. الناس تحولوا، كل شيء تحول الا اللي بقيت انا مع الطوب. ها هو محلي هنايا انا عايشه فيه انا وولادي هنايا. ها مين تمشي تيقولوا لي راه حانوت هي راه سكنه. وانا ساكنه هنايا انا وولادي، ها هو ولدي الكبير. راه البنت الصغيره عندها 21 عام. ما عطاونيش ما عطاونيش. ما جاش عندنا حنا الاحصاء كاع. الاحصاء حنايا. ما جاش عندنا الاحصاء حنا كاع. الاحصاء راه دازو تما وخدا القايد اختي اللي فات جوج بلاجوج. القايد كان تيقول لي الاول غير صبري صبري. كاملين خداو بقعه 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 لواحد. وحنا نجي تشوف الحاله كي دايره. حنا اختي فوق شي 26 عام وحنا هنايا. دخل يا اختي تصور خذي راحتك. كنمشي عند القايد تيقول لي القايد الاول اللي كان تيقول لي غير صبري صبري حنا نديرو معاك الحل، انا ندير معاك الحل، انا نعطيك انا نعطيك. عاش الملك. مي كان تيرحلوا هذا الشيء ما دار معايا حتى حاجه. عاش الملك. انا اختي 18 عام هذا باش نعرفها انا هنا، باش جيت للسوق تنعرفها انا. صبروا صبروا في الاخر ما دار معنا حتى شي حاجه. بداو علينا صبروا 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 حتى كل شيء خدا وحنا ما خديناش. من حقهم دا جوج بقعات وحنا والو. وحنا ما عطاوناش كاع ما استفدنا. انا غنجي ندير معاك فين ما نمشي غنعطيكم غير سيرو.
غير سيروا غنعطيكم، ما عطانا حتى شي حاجه مشى وخلانا. هذا القائد مشى عنده قال لي ما عندي ما ندير لك الاحصاء داز، ما عندي ما ندير لك بحال هكا. القائد الاول اللي كان مكلف، القائد الاول اللي كان مكلف، اما هذا قال لي ما عندي انا ما ندير لك. فاش ما عطاوني بالعويش ما عطاوني نمشي ليها قابله نسترغي ولادي. انا قابله، انا الكرا غيهلكني، انا ما قاداش، انا الراجل عندي غير حساس تاع الطوموبيلات، ما عنديش، وعندي انا 6 ديال الدراري، ما عنديش باش زعما نكري ونعيش بزاف عليا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.